اكيد طبعا كلنا هنا من خلال قناه نادي الزمالك وكجماهير حتى نادي الزمالك قبل ما نكون شغالين في قناه نادي الزمالك وبنقدم لحضراتكم الصوره بتاعت نادي الزمالك اكيد كلنا نتمنى الشفاء العاجل يا رب لنجم مصر طبعا ونجمنا نجم نادي الزمالك الكبير جدا جدا الكابتن كابتن اشرف قاسم نجمنا الكبير وبنقول له يا رب تمنياتنا لك بالشفاء العاجل يا رب ودوام الصحه يا رب ان شاء الله وترجع لك صحتك سريعا يا كابتن اشرف انا بقول الكلام ده ليه لان كان حصل برضو شويه كلام كتيره جدا بما يخص كابتن اشرف وقناه الزمالك بالعكس على فكره انا نفسي وبنحاول نتواصل ويمكن حتى بكلم زمايلي في الاعداد دلوقتي وباكد عليهم بقول لهم يا رب تعرفوا تتواصلوا تاني مع كابتن اشرف قاسم كابتن اشرف احد نجوم نادي الزمالك زيه زي وزي نجوم كتير جدا في نادي الزمالك وده واجبنا وده دورنا ان رموزنا وكباتننا دايما نتكلم عنهم بالشكل الايجابي وكلنا نفسنا يعني عايز اقول لك ان احنا بنحاول نتواصل مع كابتن اشرف وهنحاول نتصل بيه تاني وكلمنا اكتر من مره علشان نحاول ندعوه في قناه بيته ده مش قناتنا احنا كلنا ضيوف في قناه نادي الزمالك النجوم هم اصحاب القناه دي ده قناه نادي مش قناه اشخاص <applause> فبنحاول إحنا نتواصل مع كابتن اشرف قاسم وعايز اقول كمان ان احنا يعني عندنا الرغبه ان لو في امكانيه ان نروح حتى لحد عنده البيت لحد كابتن بيت كابتن اشرف قاسم هنروح له ونسجل معاه لان يهمنا ان نطمن عليه رقم واحد ويهمنا ان احنا نطمن جمهور نادي الزمالك عليه ويهمنا انه يعرف ان قناه النادي بتقدره جدا 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 وهو غالي علينا جدا 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 زيه زي وزي كل النجوم اللي شرفونا وتعبوا وعرقوا وشقيوا زي ما قلت لحضراتكم في التيشيرت الابيض التشيرت نادي الزمالك دي ما فيهاش ده قولا واحدا ما فيهاش اسم آه على اثنين عشان كده من خلال قناه النادي يا رب نحاول نتواصل تاني مع كابتن اشرف وبقول لحضراتكم يا ريت نعرف كمان نروح لحد البيت نسجل معاه والحقيقه انا او زمايلي اي حد هيكون فرحان جدا جدا لو سمحت له الفرصه ان هو يروح لكابتن اشرف لحد البيت ونطمن عليه بنفسنا وهنحاول تاني نعمل نحاول مداخلات نحاول نتكلم معاه تواصل تاني لكن انا عارف ان هو بقاله فتره هي يعني ما بيردش على التليفون لكن احنا مش هنزهق وهنحاول مع كابتن اشرف اسف عشان نطمن عليه اكيد طبعا ده دورنا ودور قناه النادي دايما